الراديو 90-90 هواها مصر. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين وجمالك في ايد امينة. وصلنا دلوقتي لأقوى عشرة، والنهاردة هنتكلم على أقوى عشر أخطاء بنعملها في عمايل الشعر، بالسشوار، بالفلاتر، بالبيبي ليس أو بالماكو. طبعا زي ما انتم عارفين عمايل الشعر حتى بطريقة سليمة فيها ضرر نسبي على الشعر، لأن ده حرارة وبنحطه على شعرنا، فاحنا عايزين نقلل الضرر ده، لأن أوقات كتيرة من عمايل شعر خاطئة بيحصل حروق للشعر، تقصيف، تساقط ودمار للشعر. أول خطأ، وده أنا هفضل وراكم لحد ما كلكم تستخدموه، إن إحنا لسه ما عندناش وعي كافي بالسبري الحماية بتاع الشعر من درجة حرارة طبعا السشوار، الفلاتر، وات ايفر. زي بالظبط السان بلوك، انتوا بتخافوا على بشرتكم مش عايزين تسمر. انا متأكدة الستات المصرية بتموت على شعرها وبتخاف عليه زي عينيها. لازم نحط الواقي بتاع الشعر ده، سبري بيترش قبل ما بتعملي شعرك، بعد ما بتغسليه وكل حاجة، وتحطيه على شعرك قبل ما تبدأي تنشيف شعرك بالسشوار. اوكي، فدي اول خطأ، ان احنا مش بنستخدم الحاجات دي. ان احنا نستخدم فلاتر، بيبيليس، مكوى على شعر مبلول، طبعا مش المفروض، يعني متهيألي مفيش حد بيعمل كده. اوكي، بس الخطأ اللي بتبقى هنا اوقات الشعر بيكون مندي، منشفش كويس قوي، واجي احط عليه الفلاتر حتى هو بيعمل صوت او المكوى حروق. لازم شعري يكون ناشف جدا، وده بعد ساعات بيكون من الاستعجال. في ستات هتقولي بس دلوقتي بقى فيه فلاترز أمينة للشعر اللي مبلول. اوكي، مع ان انا مش بحبه قوي، مش فاهمة تكنيكه قوي، مش بحبه قوي، لكن اوكي. لو الفلاتر ده، على فكرة يا جماعة، الفلاتر هي المكوى السيراميك، اوكي، لو مكتوب عليها والشعر مبلول دي قصة تانية، لكن ما جيبش مكوى سيراميك او بيبيليس او مكوى طبعا اللي بالنار دي واحطها ابدا على شعر مبلول او رطب. الخطأ الثالث، ان انا افتكر نفسي بقى كوافير وولع السشوار على درجة حرارة مليون، اللي هو اقوى درجة حرارة اللي طبعا الكوافيرات بيشتغلوا بيه. لا، انا مش كوافير، انا مش بروفيشنال انف ان انا امسك درجة حرارة عالية كده على شعري، فدايما ابقى درجة الحرارة معقولة. اوكي، حاجة تانية برضو، ان انا لما اجي اعمل شعري باي حاجة بقى من الحاجات اللي قلت عليها، ما اقسمش شعري كويس، فبالتالي اللي بيحصل ايه، شعري مش بيتفرد زي لو بستخدم سشوار، او مش بينشف كويس، او فبضطر اعيد مليون مرة على الخصلة الكبيرة اللي انا واخداها. فلازم لما اعمل شعري اقسمه مظبوط، زي ما بتشوفوا الكوافيرات ما بتمسكش نص شعرك وبتقوم منشفاه مرة واحدة. الخطأ اللي احنا بنعمله ان احنا بنبقى مش طايقين، عايزين نخلص، فبنمسك كم كبير جدا من الشعر، نيجي نبدأ ننشفه بالسشوار مش بينشف، مش بيتفرد، اعيد مرة واثنين وثلاثة. فبالعكس، انا لو قسمته هاخد كمية ووقت اقل ودرجة وحرارة اقل على شعري، فلازم اقسم الشعر كويس قوي قبل ما ابدأ اعمله بالسشوار. خطأ تاني برضو، ان انا امسك الفلاتر اللي هي المكوى السيراميك وخليها موجودة على الخصلة مدة طويلة قوي. انتوا مش بتشوفوا الكوافيرات مكوى السيراميك ده بيعملوا ايه؟ بياخدوا الخصلة هوا، لانك لما بتقفي عند حتة ممكن يسبب حروق، الى جانب لما انت بعد كده، يعني لما تخلصي شعرك هتلاقيه هبط، لان درجة الحرارة عالية جدا اللي اخدته، بلس ان ممكن يحصل برضو حروق. فلازم قبل ما نستخدم المكوى السيراميك نعرف نستخدمها ازاي، ان واحنا ماسكنا على طول سوري على طول تتاخد من اول الشعرية لاخرها في ثانية، ما وقفش انا اسفة ما وقفش ابدا المكوى السيراميك على جزئية من الشعر. حاجة تانية برضو، ان انا ابقى حاطه سبراي موس جل في شعري وقرر اعمله بالسشوار. ده بيبقى ايه حصل ايه؟ ان انا اليوم اللي قبله حطيت مثلا سبراي او سبراي جل ونمت بيه، قمت الصبح القصه مش عاجباني، طب ما السبراي جو او الجل جوه شعري، اقوم عايده عليه حروق على طول. خطر جدا جدا جدا، بالذات السبراي جل ده، فلازم أكون غسلة شعري عشان أبدأ أحط السشوار فيه تاني.
أدوات غلط، بمعنى إيه؟ الفرشة اللي بعمل بيها السشوار، الفرش ليها مقاسات عشان أعرف أجفف شعري كويس قوي، لأن أوقات كتيرة بيحصل إيه؟ والحاجات دي حصلت قدامي كتير، إن الفرشة تبقى صغيرة جداً على كمية شعر كبيرة جداً، الفرش اللي هي بتبقى كلها لفة داير ما يدور شعر، أدخلها في شعري تشبك في شعري لأنها مش لمكانها الصح، دي للقصة. في فرش بتبقى أكبر عشان أقدر أخد دوران الشعر الطويل، وكمان لازم أكون بعرف أستخدمها لأنها بتقطع الشعر، لما بتشبك في شعرك والشعر مبلول تلاقي إيه قطعت لك الشعر، فلازم إلى جانب طبعا ما بتعملش الشعر كويس، يعني بتلاقي شعر برضو مش مفروض كويس والحاجة دي، فلازم أختار الفرش والأدوات الصح اللي هتساعدني في عمايل شعري. خطأ تاني برضو أني أبدأ عمايل شعري بالسشوار وشعري مبلول بنسبة 100% بيخر، غلط. لازم الشعر يبقى 50% ناشف، تخيلوا بقى، علشان ما خدش حرارة كتيرة على الشعر. السشوار برضو عكس اتجاه الشعر، عكس اتجاه الخصلة، الناس بتنفخ عكس الاتجاه، تقصيف على طول. عشان كده مهم قوي 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 أن أنا أعرف أستخدم الأجهزة دي صح. وآخر خطأ اللي أنا لسه قايلاه، إن عدم معرفة استخدام الجهاز، سواء السشوار، سواء المكوى السيراميك، سواء الفلاتر، سواء البيبي ليس، لازم أعرف أستخدمه. واحد، عشان ما بوظ شعري. اتنين، عشان أعرف أعمل شعري. يعني الناس كتيرة تقعد تقولي هو أنهي أحسن، أنا قدامي أجيب مكوى سيراميك ولا أخديني في المكوى العادية اللي بالنار ولا السشوار ولا إيه؟ دايماً برد عليهم بقول لهم جيبوا اللي تعرف تستخدمه، اللي إيدكو اللي إيدك ملكاها. فاهمين قصدي ايه؟ ياريت تعملوا بالنصايح اللي انا لسه قايلها دلوقتي، لان صدقوني يا جماعة عمايل الشعر زي ما بقول لكم في حد ذاته حتى لو واخدين كل احتياطاتنا في ضرر نسبي على الشعر، فياريت نعمل بكل الحاجات اللي انا